حصريات ديور المجموعة الخاصة اللي هي شبه نيش. العطر أمبر نوي أنا أشوفه هو جميل جدا، لكن أبى أنه أداءه مو قوي. ثباته فوحانة أنطي 8/10، جمالية راح 10/10، نقاء 10/10. السعر حال حال العطور الباقية، يعني تقدر تقول ينافس أسعار النيش. نوعا ما ذكرني فورتي نوتس، كل مرة أجربه وذكرني بعطر فورتي نوتس من زيرجوف. هذا طبعا صدر قبل عطر فورتي نوتس من زيرجوف. أنا أشوف إنه ذاك ما ماخذين من عند الفكرة من ديور. العطر حلو جميل، شمبي ريحة العنبر فعلا واضحة نقية، مع لمسات حمضية بسيطة، لمسات مع الفلفل الوردي والورد البلغاري، هيش بس دعم بسيط مع العنبر، لكن العطر جميل حلو. تقدر تقولوا الشمبي أكثر نوتة واضحة هي نوتة العنبر. العطر نسائي رجالي حلو، يحب أجواء باردة أو معتدلة، ليالي حلوة. العطر صدر 2009، نوعا ما حسيت انه مستهلك، في ناس كثير اشترته، لكن يبقى العطر حلو ونقي وجميل، لكن في تميز؟ لا ما في. ولا تنسى هذا ذوقي ورأيي الشخصي، وشكرا لحسن الاستماع.